وفي مقدمتها محاصرة كل اتجاه للفتنة، كل من يعمل للفتنة، كل من يثير الفتنة بكلمة بفعل بطلقة رصاص، يجب أن يحاصر ويجب أن يدان ويجب أن يضرب على يديه، بل يجب أن تقطع يده ولسانه أيضا، مين ما كان يكون، سنيا أم شيعيا كان. لماذا؟ لأن التسامح في هذا الأمر له مخاطر كبيرة جدا. عندما تثار العواطف والأحقاد والضغائن، وأن نحن مئات السنين بنقدر نجيب ضغائن وأحقاد وحساسيات، وأن في الحاضر ضغائن وأحقاد وحساسيات، عندما يصبح اتجاه الفتنة هو الذي يسيطر على المشاعر، لن يبقى مكان لعاقل شيعي ولا لعاقل سني. سوف تصبح الساحة في يد CIA ويد الموساد، التي واللتين أقسم بأنهما تخترقان العديد من المجموعات التي ترفع شعار الإسلام وراية الإسلام من أجل ضرب المسلمين من داخل مجموعاتهم ومن داخل تنظيماتهم ومن داخل مؤسساتهم. أول أساس يجب أن نتبانى عليه هو محاصرة أي اتجاه للفتنة، أي اتجاه يريد أن يثير هذا الصراع، ولحساب أي كان. وهذا الاتجاه للفتنة فيه نوعان من الناس، فيه عملاء يعرفون ما يفعلون، وفيه جهلاء أعماهم الجهل والتحجر والعصبية. ويجب أن نواجه العملاء ويجب أن نواجه الجهلاء. وأول المواجهة أيها الإخوة والأخوات، وخصوصا أيها السادة العلماء، هو الوقوف بشدة وبحزم أمام أي اتجاه تكفيري في وسط المسلمين، سواء كان هذا الاتجاه سنيا يكفر بقية السنة ومعهم الشيعة وغيرهم من الطوائف، أو كان هذا الاتجاه شيعيا يكفر السنة وغيرها من المذاهب والطوائف. أي اتجاه تكفيري في الأمة هو اتجاه تدميري. الاتجاه التكفيري يسقط كل الحرمات، لا يبقى هناك حرمة لا للمسجد الحرام ولا لمسجد النبي ولا لمقام علي ولا لخليفة ولا صحابي ولا تابع بإحسان. الاتجاه التكفيري لا يبقي حرمة لا لدم ولا لعرض ولا لمال ولا لمستقبل. الاتجاه التكفيري هو اتجاه شيطاني غرائزي متحجر لا يستند إلى أي منطق قرآني أو نبوي، ويجب أن يواجه. وحتى الذين ربوا هذا الاتجاه ودعموا هذا الاتجاه بدأوا يعانون من ويلات هذا الاتجاه، ويجب عليهم أن يساوعوا، ومعهم كل الأمة وكل عالم الإسلامي. هذا اتجاه خطير، أنا لا أريد أن أدخل في تسميات وفي أسماء وفي عناوين، ولكن من واجبي، وأنا الذي أقول من واجب كل المسلمين أن يقفوا ويصرخوا، أنا من واجبي أن أقف وأقول نعم، يوجد اتجاه تكفيري في الأمة، ويمكن لهذا الاتجاه التكفيري أن يرتكب فجائع من هذا النوع.